فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إذن الشيخ عسى الله إليكم اختيار هذا العنوان أنه الصراط المستقيم يقتضي المخالفة ليتذكر المسلم كل ما عنا له ما يشبه أعمال أولئك المغضوب عليهم أو الضالين مثل ما تفضلتم اليهود والنصارى وأهل الجاهلية وما أحدث في الدين من البدع، أن لزوم الصراط المستقيم يقتضي منهم مباشرة مخالفتهم بلا في كل شيء في أمور الدين. نعم، في أمور الدين بلا شك هذا، أننا نخالفهم ونبقى على ديننا، فإن دينهم لا يخلو من أحد أمرين. نعم، إما أنه محرف ومغير ومبدل، وإما أنه منسوخ بديننا، منسوخ بديننا، فنحن لا نأخذ من دين اليهود والنصارى شيئا، وإنما نأخذ ديننا لأنه ناسخ لما قبله، فلسنا بحاجة إلى أننا نأخذ من أديانهم أو من عباداتهم أو من تصرفاتهم. نعم.